إني لا أدعوكم إلى توجيه اهتماماتكم بصفة خاصة إلى الأسواق الإفريقية الراغبة في التعامل مع الشركات الجزائرية، وهي كثيرة، مما يتطلب منكم تنظيماً أكثر، لا سيما في قطاع الخدمات والنقل والبنوك وتحسين الأداء لاقتحام هذه الأسواق. صح نقولوا إفريقيا، ما عندناش بنك جزائري في إفريقيا، ما عندناش بنك مشترك مع أي دولة إفريقية في إفريقيا. كي يدير يتعامل هذا المتعامل الجزائري في دولة ما؟ لازم يفوت على بنك أجنبي، ولازم يفوت على، بينما احنا قادرين توسع، والقطاع البنكي ما ينفيش أن يكون فيه خواص يديروا بنوك. دير البنك تاعك مع بنك عمومي، وزيدوا معاكم مشارك ثالث افريقي الى اخره. غدوة تبغي تصدر للدول الساحل ولا عندك البنك تاعك، حتى في النقل. شخصيا انا ما عندي حتى مانع باش غدوة انتوما الحضور ولا للناس خارج هذه القاعة ما حضروش معنا، دير شركة طيران. انا ما قلتلكش ما ديرش، دير شركة طيران تاعك، دير شركة تاع نقل البضائع بحرية. احنا اليوم النقل والخدمات هذه بين نقل البضائع ونقل المسافرين وليسيوريستاري وهذه والدراسات إلى آخره، رانا وصلنا اليوم إلى 12 مليار ونص دولار اللي تخرج. منها 3 ملايير و400 مليون دولار تخرج غير للنقل. كاش واحد شحال يسوى بابور؟ كاع شحال يسوى باخرة؟ لو كان كل سنة خلقنا شركة ولا دعمنا الشركة تاع النقل تاعنا، اليوم كرانا ننقلوا البضائع تاعنا والبضائع تاع الغير.